ومن المسرح إلى الرقص، حيث أقيم عرض جديد بعنوان زفير لفرقة الرقص الحديث بمسرح الجمهورية في مصر. العرض من تصميم وإخراج مناضل عنتر، وتدور فكرته حول الخوف الذي يعيشه الإنسان منذ أولى لحظاته على الأرض، وكم المواجهات التي يخوضها مع المخلوقات الأخرى الشرسة. هذا الشعور الطاغي الذي يعبر عن المعاناة ليشل القدرة ويخضع الجسد والفكر لحالات من التوتر من مخاطر حقيقية كانت أم وهمية، أكيدة كانت أم محتملة، ليدفع بالسلوك أحياناً إلى خارج حدود المنطق.